ملايين الأشخاص يمارسون رياضة الجري يومياً بطرق مختلفة، سواء بارتياد الأندية الرياضية أو الجري في الهواء الطلق، وظهرت هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية الإغريقية القديمة ليتنافس الجنود على الجري لمسافات طويلة. هذه الرياضة القديمة تطورت مع الزمن واكتسبت شعبية كبيرة في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، عندما عرف العالم عن فوائد الركض أو الجري لجسم الإنسان، واختلفت تعريفاتها وأنواع الجري، لكن باختصار هو القدرة على الوصول إلى الهدف المقصود والمطلوب في أقصر زمن ممكن. وهذا ما نجح في تحقيقه العداء الإماراتي الدكتور خالد السويدي، هو المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. دكتور خالد قطع مسافة قدرها 2070 كيلومتراً من العاصمة أبوظبي إلى مكة المكرمة ركضاً. الدكتور خالد قدر أن التحدي سينتهي في 39 يوماً، لكنه وصل لمكة المكرمة قبل المدة المحددة بعشرة أيام، يعني استغرقت رحلته 29 يوماً فقط، ولم تسجل هذه المسافة من قبل من قبل أي رياضي عربي. قصة ملهمة بحق بكل ما تحمله من رسائل هامة جدا، فهذا التحدي كان حلما لدى خالد السويدي منذ فترة طويلة، وأراد تنفيذه لهدف هام هو إلهام الشباب لخوض التحديات بإرادة صلبة ومعنويات عالية. بالتأكيد لم تكن الرحلة سهلة، وأوضح السويدي أنه واجه مصاعب كبيرة كانت أكثرها العواصف الرملية والجري بمعدل 65 كيلومتر يومياً، وأيضاً الإصابات، لكنه اعتبر أن ملامسة الكعبة أنسته مشاق وتعب 29 يوماً كاملين، لأنه فور وصوله إلى مكة حرص على ارتداء ملابس الإحرام وأداء العمرة. مبادرة خالد السويدي حازت على اهتمام كبير جداً على السوشيال ميديا من إعلاميين وسياسيين ودبلوماسيين، من أبرزهم تركي الدخيل سفير السعودية في الإمارات العربية المتحدة، والذي أكد أن انطلاق خالد السويدي من مسجد الشيخ زايد متجهاً إلى مكة المكرمة في عام التسامح هي رسالة للعالم بأن الإمارات والسعودية ماضيتان في نشر ثقافة المحبة والسلام. والد الدكتور خالد صاحب التحدي هو الدكتور جمال سند السويدي، المفكر والكاتب والخبير الاستراتيجي، والذي يشغل منصب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وطالب الإماراتيون من قبل بترشيحه لجائزة نوبل. الوالد كان سعيداً جداً بالتحدي الذي قام به ابنه، وكتب له مجموعة من التغريدات على تويتر، ولم يستطع أن يتمالك مشاعر الأب، وكتب له في إحدى التغريدات: خالد، لم أعتد الكتابة عن الذات، ونظرت إلى نفسي دائماً بوصفي باحث يتوخى الدقة والحياد والمنهج العلمي، لكنني في هذه اللحظة لا أستطيع أن أكتب إلا بوصفي أباً ولا شيء غير ذلك، فمن أين لي بالحياد في لحظة اهتزاز القلب؟ وكيف لا أعلن على الدنيا فخري بك؟